فأما الحديث الثاني فهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، فإنه إذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. وهذا الحديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح. والثابت في السنة عند دخول المسجد الدخول باليمنى، ثم يقول هذا الذكر: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج خرج برجل اليسرى ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. وقد وردت الاستعاذة من الشيطان عند الخروج من المسجد أيضا فيما رواه ابن ماجة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. وصححه الألباني. وفي صحيح ابن خزيمة بلفظ: اللهم أجرني من الشيطان الرجيم. مناسبة هذه الأذكار لدخول المسجد والخروج منه ظاهرة، فلما كانت المساجد بيوت الله وكان عمارها زواره وهو سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، فالآتي إليها آت إلى رحمة الله، فيقول: اللهم افتح لي باب رحمتك. وفيها ملائكته سبحانه في بيوت الله. وإذا دخل هذا البيت فإنه يتحصن بالله، فكأن المسجد أيضا حصن، والله سبحانه وتعالى هو الملاذ والذي يتحصن به، فيستعيذ الداخل من عدوه الشيطان الذي يترصده حتى في دخوله المسجد ويريد أن يشوش عليه العبادة وأن يقطع عليه طريقها. وعندما يقول العبد هذا يغتاظ الشيطان جدا ويقول: حفظ مني سائر اليوم، يعني فاتني مقصودي ولا أستطيع أن أنال منه بعدما قال هذا الذكر الذي تحصن بالله مني بقوله وذكره. فإذا خرج من المسجد ناسب أن يطلب من الله العصمة من الشيطان، لأن الشيطان يترصده حتى وهو خارج من المسجد، لعله أن ينسيه أثر تلك العبادة وأن يغويه بشيء يفوت عليه ما حصل له من فوائدها. ولعل السر في تخصيص الرحمة بالدخول والفضل بالخروج أن من دخل اشتغل بما يقربه إلى الله ورحمته وجنته، فإذا خرج يريد أن يبتغي من فضل الله ورزقه، وهذا ظاهر. لكن المناسبة والشاهد من إيراده هذا الذكر الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم كلما دخل، وسؤال العصمة، سؤال العصمة من الشيطان أن يسأل ربه العصمة من الشيطان إذا خرج. وقوله في الحديث: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، فيه إثبات الوجه لله عز وجل، وهذا سبيل أهل الحق، يثبتون ما أثبته الله لنفسه على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، فيثبتون لله وجها يليق بجلاله وعظمته لا يشابه وجوه المخلوقين. قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، وقال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فاستعاذ بالله أولا يعني بذاته، ثم استعاذ بوجهه سبحانه، فدل ذلك على إبطال قول من يقول إن الوجه هو الذات، فيقال: لا، الوجه صفة من صفاته سبحانه وتعالى غير الذات.
فالذات نفسه عز وجل، أما الوجه واليدان وغير ذلك من الصفات فهي ثابتة لله عز وجل، ليست بمخلوقة. قال: أعوذ بالله العظيم. طيب، أعوذ بالله، ثم استعاذ بوجه الله، ثم بسلطان الله، فقال: وسلطانه القديم. أي ما هو السلطان؟ الغلبة والقهر والقدرة. لكن سلطان الله هل هو مخلوق ولا غير مخلوق؟ أحسنت، صفة من صفاته فهي غير مخلوقة. إذن سلطان الله صفة من صفاته، فالمقصود إذن سلطته وملكوته وقدرته وقهره وغلبته، هذا سلطانه، وهذا كله غير مخلوق، هذا كله من صفات الله. فيستعيذ بالله ويستعيذ بسلطانه، ولا يستعاذ بمخلوق، فالاستعاذة بسلطان الله دليل على أن السلطان غير مخلوق، السلطان غير مخلوق. طيب، ما معنى القديم وسلطانه القديم؟ القديم الأزلي الأبدي، فسلطانه تعالى لا بداية له، كما أن الله لا بداية له، هو الأول أليس قبله شيء. فسلطان الله تعالى قديم. طيب، القديم هنا صفة لسلطان، صفة لسلطان، فليس من أسماء الله تعالى القديم، ليس من أسماء الله